سلام سلوى، مرحبا بك في البوات فوكال. خلو لي كليفون ديالنا بزاف تاع الرسائل. نبداو بالرساله الاولى. بزاف الناس خلطوا ما بين سلوى وسليمه. واش كيبان لك انت هذا الشيء انك نجحتي في الدور ولا هذا الشيء كياديك؟ انا كنقولها ديما، الا كانوا الناس خلطوا ما بين شخصيتي وشخصيه ديال سليمه، هذا الشيء كيدل بلي قدرت نوصل الدور وقدرت نلعب الدور كوم يلفو. وفوالا، انا ما ادانيش بون، يقدر يكون اداني واحد شويه في الاول حيت ما توقعش داك الكميه ديال لي كومونتير كلها، وداك الخلط داك الخلط واحد لقيتها كيولي كيقيسك واحد شويه، ولكن اون جينيرال فرحت حيت حسيت براسي نجحت في تقدم الشخصيه. شنو هما نقاط التشابه بينك وبين البيرسوناج سليمه؟ فاش كومبوزيت البيرسوناج مزيان وحللته مزيان وعاش معايا المده ديال 3 شهور ديال التورناج، نقدر نقول لك نقاط التشابه غيكونوا هما الصراحه وما كاينش النفاق. انا ما كنعرفش النفاق. امتى بدات عندك لا باسيون ديال التمثيل؟ لا باسيون ديال التمثيل بدات فاش كانت عندي 5 سنين. 5 سنين كنت كنمشي للكونسيرفاتوار، كنت كندير المسرح، وبقات عايشه معايا الطفوله ديالي كامله ومراهقه كامله. وتخرجت من لارت دراماتيك فرونسي من الكران كونسيرفاتوار ديال كازابلانكا في 2014. شكون البيرسوناج اللي كان عزيز عليك بزاف في المكتوب؟ البيرسوناج اللي كان عزيز عليا في المكتوب نسيمة. نسيمة فاش كنت كنتفرج كانت ممكن حس واقيلا كانت كتبقى فيا. نسيمة كتبني اون فورت بيرسون. سلوى، شنو اللي قصحك واللي وقفك في الدنيا؟ لا الشيء انا والله ما قويصحة، والله العظيم ممكن زعما لابارونس اللي كتبيني الناس ولا الناس كيفاش كيشوفوا قبل ما يعرفوك تيقولوا بحال هكا، ولكن انا زعما جو سوي واحد الشخص سنسيبل، زعما لونطوراج ديالي كيشهد بهذا الشيء، الداخل ديالي تري سنسيبل، ولكن واقيلا شنو كنبين ولا شنو كيبان عليا في الاول قبل ما يعرفني، قبل ما تعرفوني ولا تهضر معايا لا بيرسون كتعطي هذا الانطباع هذا، ولكن راه ماشي بصح. شحال خديتي في المكتوب؟ وانت شحال كتخلصي؟ خديت الفلوس، خديت شي بركه. كيقولوا بلي تولتي في السعوديه، واش هاد الهضره بصح؟ لا ما كاينش هادشي. قريت دي زارتيكل تيقولوا راه تزاديت السعوديه، هادشي كامل ما كاينش. انا كازاويه تزاديت في المغرب، مغربيه 100%. شكون هي الممثله ولا الممثل اللي فريمون باغا تجمعي معاهم شي فيلم؟ صراحه هما كاينين بزاف ديال الممثلين زوينين عندنا في الميدان، وحيت انا يلاه بديت زعما باقي ما تحتش هي فرصه نمثل مع بزاف، يعني الا عطيتك سميه ولا سميه ولا جوج ما غاديش نقدر ننسى بزاف، ولكن فوالا نقول لك هكا هادشي باطيا عزيز دادات. كاينين شي اعمال جديده؟ وي، انا دابا يلاه سالي التورناج ديال مسلسل نزيف الذاكره ديال ياسين فنان، و كاين مسلسل جديد ان شاء الله غادي قرب يخرج، باقي ما عندناش لا دات اكزاكت ولكن قريب يخرج، غيكون سميتو مسلسل بغيت حياتك، انتاج اليان برودكسيون والاخراج لشوقي العفير. واش كاينه سيزون ثانيه ديال المكتوب واش غيكونوا فيها دي بيرسوناج جداد؟ الصراحه دابا ما عندنا حتى شي معلومه على الجزء الثاني، نتمنوا الا كانت شي حاجه راه غادي نقولوها، مي حاليا ما عندناش شي حاجه اكزاكت.